شهر العسل بقى طلع لطيف والواحد ما كانش واخد باله. هو لطيف، بس انت مش ملاحظ ان هو خس وبقى يومين؟ ده كتير. يا سلام. والله انت لو تعرفي انا جبت اليومين دول ازاي في عز الشغل اللي انا فيه ما كنتش قلتي كده. لا يا حبيبي انا مقدرك. يعني مش زعلانه؟ لا طبعا، ازعل ازاي؟ ده شغلك ومستقبلك. بعدين مش مستقبلك ده برضه مستقبلي. ايه الكلام الحلو ده؟ ايه الكلام الحلو ده؟ لا احنا بمناسبة الكلام الحلو بقى ده احنا نتغدى بسرعة ونطلع عشان هما يومين. يا فين الأكل؟ لا مؤاخذة يا رجالة. جرايه يا عمهم؟ أخدتنا كده على مشمنة وقعدتنا مع ناس ما نعرفهمش وجبتنا على هنا. بس أقول لك أنا شامم ريحة حاجة حلوة. ما دام أنت قلت حاجة حلوة يبقى أكيد حاجة شمال. بس حسام ملوش في الشمال. بقالي يا دولار. بقالك في ايه؟ في الشمال. دلني على سكه تانيه امشي. ايوه بقى يا فوكس، خليها تنعنش. هو ده الكلام. واليمين ماله يا صاحبي؟ ما هو فين اليمين ده؟ انت بتسالني انا فين اليمين؟ مش انت اللي حفظتني الفاتحه؟ وكمان انت اللي علمتني اصلي؟ مش كل ده يمين؟ ولا كان تمثيل؟ ليه واحده بس؟ انا عندي الف رد الليه بتاعتك دي توصلنا للي انا وصلت له، ومش بمزاجي، غصب عني يا دولار. مفيش حاجه بالغصب، كله بالمزاج. وانا قررت اعمل الغلط بمزاجي. انت هتجنني؟ ده انت اللي قلت لي ان التزوير حرام. ده انت كنت القدوه بتاعتنا. كنت خلاص كنت. وما زال يا دولار قدوتنا وتاج راسنا وكبرنا ولعله خير ان شاء الله. يا باشا احنا معاك هنمشي مغمضين. هتقول شمال معاك، هتقول يمين برضه معاك. والمرة دي بقول لكم شمال. خلاص شمال. بس قول لي ايه الحكاية البطانية؟ سلاح والمية كتير. ايوه بقى يا فوكس، انا من زمان وانا نفسي اتعلم على ايد ظابط بس ما جاتليش الفرصة. عدي بقى مراكبي وعدينا معاك الناحية التانية. اللي قول لي يا عمهم، الناس اللي احنا كنا معاهم دول يطلعوا مين؟ دول صحاب راس المال. عايز تعرف ايه تاني يا لعلي؟ بس واضح ان هما بيقدروك قوي وبيعزوك قوي. هما من ناحيه بيقدروني فبيقدروني قوي، اما من حيث بيعزوني فبيعزوني قوي قوي قوي، لدرجه ان هما اللي قتلوا مراتي. هما دول اللي قتلوا مراتك وكمان عايز تشتغل معاهم وتحط ايدك في ايديهم؟ طب ازاي؟ لازم اعمل كده عشان ابقى قدهم واكبر منهم واعرف اخد حقي. وده مش هيحصل الا بوقفتكم جنبي. يعني تبقوا معايا وسندي وفي ظهري. ها؟ برضه ايه؟ طبعا معانا. بيانسيو يا فيكتور. من غير كلام. وانت دكتور. مش معاك. بس معاك كده بنبتدي الشغل. نبتدي وانا راسي براس دياب. حاجتلو يعني حاجتلو، اطمن يا حكمت. بس في الاول ننهم على المصلحة ونعرفوا مني سر صنعة التهريب، وبعد كده حاجتلو. قلبي مش مطوعني اشوفه عايش وبيتنفس وحبايبنا اللي قتلهم في التراب واللي زاد وغطى حطت يدك في يده كمان. خلاص يا حكمت خلاص. اسمعني يا دياب، مش هنقدر ونرفع راسنا قدام الخلق غير لما ناخده بطارنا منيه. وحتى لو بطلت تجارة السلاح اللي عندينا يكفينا احنا وعيال عيالنا. قلت لك قبل سابك تجارة السلاح دي شغلي ومش هعملها واصل، فاهمة ولا لا؟ واه ليه عاد؟ هو انت مش ممكن تشتغل في اي حاجة تانية وتكون بالحلال؟ افهمها كيف دي؟ اي تجارة مهما كانت مكاسبها جنب تجارة السلاح ولا حاجة، فاهمة ولا لا؟ لسلك منشف راسك يا دياب؟ واتفقت على عملية جديدة، همنيني حالة دلوقتي. تعال يا انت. امك خرفت. بص علي ايه ده؟ شفتي اخرة عمايلك السودة؟ وانا كنت اعرف ان انت بالسذاجة دي بقى بذمتك حد يعمل كده؟ يوم ما تجيب سباك المنطقة اديهم عطروا فيه واعترف لهم على كل حاجة. ايه رأيك بقى في شكلنا اللي بقى زي الزفت قدام الناس ده؟ ستي بقى مش مشكلة، ربنا يخليها لنا ايمان. لولاها كان زماني دلوقتي لبست القضية وبرمي في الحبس وقتي. بعد الشر عليك يا حبيبي. بقول لك ايه؟
احنا نفضها سيره بقى من موضوع العماره ده، لان انا خلاص غيرت رايي. يعني ايه؟ يعني مش هطرد السكان ولا هيدوا العماره. بس ده ما كانش اتفاقنا. انت مش عاجبك كل اللي حصل ده؟ وبعدين انت عايزاني انا ولا عايزه العماره؟ عايزاكم انتوا الاثنين. ما ينفعش. ليه بس؟ لاني مش مستعد اخش مع السكان تاني في مجادلات وحوارات. الناس دي عارفيني من زمان قوي ومربيني زي عيالهم بالظبط. كتر خيرهم ان هم تنازلوا عن المحضر. بس ده حقك يا عمر، وهم اللي قاعدين غصب عنك. يا ستي حقي وانا مسامح فيه، ربنا كريم. لولا خلينا نعيش على قدنا وسيبينا اركز في شغلي شويه ارجوكي. يا سلام، يعني انت عايزني اعيش معاك العمر كله بمرتبك؟ وماله مرتبي؟ ما الناس كلها بتعيش بمرتباتها. الواحد بيطلع السلم خطوه خطوه ما بينطش. بصراحه بقى انا زهقت من كتر المصاريف اللي احنا عمالين نصرفها دي. كنت عايز امايل عليكي شويه. تمايل عليا يعني ايه؟ شبكتك اللي انا جايبها لك، اللي بسببها صرفت جزء كبير من حسابي في البنك. مالها؟ كنت عايزها عشان ابيعها وافك بتمنها ازمتها لغايه ما ربنا يكرم. شبكتي مش هفرط فيها يا عمر، انسى. ما تنسيش يا لولا ان انا اللي جايبها لك. اه، هو انت بقى يا حبيبي كنت جايبها لي عشان ترجع تاخدها تاني؟ ده بدل ما تزودها لي يا عمر وتخلي عندي صندوق ذهب. يا حبيبتي اكيد انا نفسي اعمل كده، بس اعمل ايه؟ العين بصيره والايد قصيره. وهي ايدك القصيره دي لما تولد هتطول على حاجتي انا يا عمر؟ اخصى عليك. وهي دي برضو وصيه خالي المليجي ليك؟ لولا ارجوكي، انا الدنيا متلخبطه معايا ومتوتر على الاخر، وما قداميش حل غير ان انا اخد الشبكه دلوقتي. يبقى سلامتك بقى من التوتر، لكن شبكتي انسى يا عمر. لا انا ماشيه. راحه فين؟ هتمشى شويه. اتخنقت. معظه رجاله، اكل عزبان جاي. بس حلو قوي يا عمو. انت ناقص تاكل غير انا والشيف العلبي. الحاجه جايه على سواحل السودان ان شاء الله. الله، ده معناه ان احنا لازم نروح السينما من هناك. تمام، عشان كده عايزك يا دولار تفضي دماغك، بتمخمخ وتضرب لكم اربع باسبورات نضاف. يضرب لنا؟ انت مش جاي معانا ولا ايه يا فوكس؟ انت قبقنا من اول محطه ولا اسمع، هقابلكم في اخر محطه. يعني المخزن. اخر محطه ازاي؟ ده احنا من غيرك نروس يا جنرال. لو ناوي تسلمنا قول لنا، احنا برضه اصحابك ومتهيألي بينا عيشه مالها. تبيعنا وتسلمنا البدايه كده ولا ايه؟ طيب انا هفهمكم، بس هفهمكم المره دي بس عشان شامم ريحه اخوينا كده مش عجباني. انا كنت بشتغل ايه؟ ظابط، يعني مش مهندس معماري. والحاجه جايه منين؟ جايه من على الحدود، يعني في حرس حدود وفي داخليه. يعني وارد ان انا اتكعبل في حد من معارفي، ساعتها ابقى ببيعكم او بسلمكم. لكن طول ما انا بعيد انتوا في امان، ومتابعكم خطوه خطوه. وصلت؟ وصلت ابو مخت خيم؟ وصلت. الحاجه اللي جايه 100 صندوق سلاح خفيف و100 صندوق ذخيره. ويا ريت لو نبطل نلعب في اسناننا ونخلص لغ عشان افهمكم هتعملوا ايه. انت اتجننت يا كامل ولا ايه؟ انت ازاي تتجرأ وتعلي صوتك عليا؟ اسمع يا طه، انا هنا شريكك وشريك بالنص كمان، مش شغال عندك، ومن حقي اخد حقي في اخر عمليتين. يا سلام، يعني انت عايزني اديك الفلوس عشان تروح تضيعها على النساوين والقمار؟ اكل هي احرج هي، ده فلوسي وانا حر فيه. لا مش حر. ايه رايك بقى؟ انت مش حر، انا اخوك الكبير واضرب مصلحتك وفلوسك دي انا بحوشهم لك. هتحوش فلوسي بالعافيه. يا حمار انت، افهم يا غبي، فلوسك عندي بتزق. طب انت عارف ال 125 الف جنيه بتوعك بيجيو كام دلوقتي؟ كام يعني يا اخوي؟ بيجيو حوالي نص مليون جنيه. بتقول كام؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت يا ولد، شفتي أنا خايف عليك وعلى مصلحتك ازاي؟ فلوسك معايا بتكبر وتزيد، وليك علي أنا هديك 3000 جنيه في الأسبوع عشان تصرف وتمنجه نفسك. 3000 جنيه؟ يعني 12000 جنيه في الشهر؟ يا حلاوة يا ولاد. شفت؟ ده مرتبك الشهري، لكن فلوسك زي ما هي بتكبر وتزيد. صدقتني بقى لما قلت لك إن التجارة بتكسب يامي؟ ساتر، الله اكبر من عينيك. طب بقول لك ايه يا اخوي،
ما تعلمني الشغلانه واشتغل كده على جدي بدل ما انت حالج لي كده. حسك عينك ياض يا كامل تفكر في الموضوع ده، انساه من دماغك. شغلانه السلاح دي شغلانه خطر والدخل فيه مفقود. طب ما انت بتشتغل فيه واللي هي يعني جت علي ايه؟ يعني ممكن اعدي لك اي حاجه، اي حاجه تعملها ممكن اعديها لك الا الجمله دي. حسك عينك تنطقها على لسانك تاني يا كامل. وبعدين انا نفسي ما اعرفش حاجه عن شغلانه السلاح دي. كل الحكايه اني انا بشتري حتتين سلاح من دياب وابيعهم في السوق السوداء. لكن انت لو عايز تكسب استورد لك اي بضاعه تكون يمين تكون سليمه، وساعتها هتكسب وتتمنجه. والله يا اخويا فكره حلوه قوي. ايدك بقى على 3000 جنيه مصروف الاسبوع. يا ساتر عليك، هو انت ما بتنساش حاجه ابدا؟ وانا اقدر انسى حقي برضو. اتفضل يا سيدي، ادي ال 3000 جنيه. يبقى اشتري لك كبريت ولع السيجاره دي بدل ما انت ماسكها مطفيه كده. عناية يا اخويا يا حبيبي. تفو عليك وعلى ضحكتك النتني. غيره غيره، دي حتى ما بقتش لايقه على لبسك البرسيمي اللي انت لابسه دي. حاضر يا اخويا، سلام بقى. سلام. جاتك نيله وانت شبه فار المطبخ الجعان. يا بنتي يا بنتي اقصري الشر بقى وارجعي لجوزك وابنك. لا يمكن يا ماما، وابني اللي خطفه مني وخده من حضني غصب عني هجيبه منه بالقانون، ولو ما نفعش معاه القانون هاخده بالقوه وعليا وعلى اعدائي. وعلى فكره بقى المحضر اللي انا عملته له اتحول لقضيه وان شاء الله هحبسه. هي فوضى تحبسيه؟ ده ايه، هو اللي خده ده مين؟ مش ابنه؟ ابني قبل ما يكون ابنه، وقانونا في حضانتي لسن 15 سنه. انا اللي تعبت وحملت فيه 9 شهور وهو كان ولا على باله، في الاخر يجي ياخده كده على الجاهز. هو احنا كنا قلنا له اللي ليه ابنه ما جاش؟ وبعدين الموضوع من اساسه غلط، وانت اللي وقعتينا معاكي في الغلط، وربنا يسامحنا بقى. هو يا ماما اللي غلط في حقي وفي حق حسام في الاول، وانا بقى هندمه على الغلط ده. لا ده انت التفاهم معاكي صعب يا شهندة، صعب صعب. شوفي ده، طالما هرس عمر بتاعك ده جبان وخايف انه يضرب السكان، سيب الموضوع ده عليا انا. ازاي؟ شو بقى، انا هتفقلك مع واد بتاع اللودر شارب من لبن امه، ويسوق اللودر ويجي جنب العماره كده ونهشكه على عمود مهم قوي في العماره، وروح خبطه خبطه نخلي العماره معيوبه. يا ابن اللعيبه، ده انت دماغك سم يا منى. ايوه انا ساعات دماغي فران. قشط عليك يا منى. طب بقول لك ايه بقى، سيب موضوع اللودر ده عليا، انا عندي اللي يخلص لنا الفيلم ده. بس كده، وبعدين ساعتها بقى السكان هيخافوا ويلموا هدومهم، ده اذا لحقوا، وياخدوا بعضهم ويفكين، ومن غير ما عمر بتاعك ده يتدخل في الموضوع. مساء الخير عليكم يا اساتذه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. مش عايزين نعمل لكم انزعاج ولا حاجه. لا لا لا، مفيش انزعاج ولا حاجه، دي لولا بنت اختي، مفيش حد غريب. اهلا بيك. هاي. منوره الدنيا. ميرسي، انت اللي منورينا، اهلا بيك. موني لازم امشي بقى، انا اتاخرت. فعلا انت اتاخرتي قوي. اهدي اهدي، هو اذا حضرت الشياطين ولا ايه؟ لا ابدا، بس اصلا اتاخرت على جوزي، استاذنكم بقى. سي يو باي. خلي بالك من نفسك. اوكي باي. يخص هي طلعت متجوزي؟ لا ولا يهمك، دي في بينها وبين جوزها مشاكل، وان شاء الله عن قريب قوي هيتطلقوا. قول يا رب. طمنتني الى هيطمنك. ايمان عندك هاتي. لا 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 مش مستاهله. لا ازاي بقى، معقوله بقى انا موجود وانت تشيلي شنط؟ بص اطلع معاكي اسلم على ملك. سلم على ملك ايه، دي نايمه من بدري عندها مدرسه، انت نسيت؟ نسيت. عديت عليك النهارده الصبح ما لقيتكش. يعني نزلت اتمشى شويه كده، كنت محتاجه اخد شويه قرارات. واخدت قرارات؟ اخدت قرارات. مرتاح لقراراتك؟ يعني مش مهم ابقى مرتاح لها، المهم تريحني. يلا.
عملتيها تاني. هعمل انا ايه بقى دلوقتي؟ ده ايه الصدفة السعيدة دي؟ ده ايه الصباح النادي دي؟ انت بتعملي ايه هنا؟ انا مكتبي هنا، انت اللي بتعمل ايه هنا؟ واني النادي بتاعي هنا جنبك على طول. شوف الصدف الحلوة، اصلاني كل يوم الصبح لازم أن اروح النادي اعمل لي شوية رياضة. ايه ده؟ ايه اللي عمل كده؟ اني مش عايزك تنعي هم حاجة، اني هبعت لك السواق بتاعي يجي ياخد العربية من هنا ويجيبها لك مكان ما انت عايزه. لا 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 متشكرة، انا هسيبها وهاخد تاكسي. تاكسي ايه؟ تاكسي ايه؟ انت عايزه الناس تقول علي ايه؟ ما يصحش كده، انا هوصلك بعربيتي للمكان اللي انت عايزاه. اصلني كمان يعني عايزك في موضوع. موضوع ايه؟ يعني هقول لك عليه واني بوصلك. اتفضلي اتفضلي اتفضلي، ما تقلقيش، اتفضلي 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 يا ست شاهين، اتفضلي. حاسس ان انت لوحدك ومحتاجه الناس حواليك يونسوكي وياخدوا في حسك. فعلا يا طه، انا حاسه ان انا لوحدي بالرغم ان انا حواليا ناس كتير قوي. يعني مش فاهم ليه حسام اخوكي مرضيش يخليكي تشتغلي معانا في الشركه، مع ان دي كان هيبقى حل كويس ان انت تبقي في وسط ناس. انا قلت له هو رفض. انا برضو مش فاهمه هو ليه رفض وليه سكت على ساهر ومامته لحد دلوقتي ومش راضي يساعدني. أنا لو مكانه أجيب لك المحروس ابنك من اللي اسمه ساهر ده، حتى ولو بالعافية. متشكرة أوي يا طاهر. لا متشكرة إيه؟ متشكرة إيه؟ دي أقل واجب أعمله مع أم قلبها محروق على ابنها، ده غير إن أنت بالخصوص يعني أمرك يهمني. مش فاهمة يا طاهر، يعني اشمعنى أنا؟ والله يا شاهين دي، أنا من ساعة ما شفتك وأني حاسس ناحيتك براحة نفسية ما حسيتهاش مع أي حد. راحة نفسية؟ يا بختك يا طاهر، أنا بقى نفسيتي باظت من ساعة ما خدوا ابني من حضني ونفسي يرجع لي تاني بقى. هيرجع لك بإذن الله، هيرجع لك بالذوق بالعافية، هيرجع لك. يا ريت يا طاهر، بس مين اللي هيرجعه ازاي؟ سيبيها عليا دي، ما تخافيش. كله ماشي تمام اهو، الحياه سالكه والاشياء هتبقى بومبون. مش هتبقى بومبون يا استاذ، لسه في طرق وكماين ونقط تفتيش. قول بسم الله الرحمن الرحيم وقول يا رب نعدي. انبر يا عم، ما تقلقناش يا عم. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني لازم ناخد احتياطاتنا لان الغلطه فوره يا رجاله. بس احنا ورقنا زي الفل باذن الله هتعدي وهنوصل باذن الله على خير. طب بس احسن البوس حسام بيتصل اهو. رد عليه. ها يا بوس. لا كله تمام. ايوه لا احنا في الدنج دو، ما تقلقش. واول ما نوصل هديك خبر. قشطه، سلام يا بوس.
بص يا عم الاسطى، انا عاوزك في خدمه صغيره قد كده وهنحلي لك بقك. اؤمر يا باشا، خدامك رقبتي. لا لا رقبتك ولا حاجه، احنا عاوزينك في خدمه وحكايه انت كل يوم بتعملها. حكايتي تركب اللودر بتاعك وتتمشى بيه كده في العصاري في حي الزمالك، وهشاور لك كده على عماره معينه تروح حاكك فيها كده، حاجه كده في مقتل هتجيبها الارض. ايه بس دي جريمه، ممكن اقع فيها في الغلط. هي جريمه فعلا وتقع فيها في الغلط، بس مش شكلها حلو. بس كده بس كده، امسك دول بتوعك وان شاء الله بعد ما تخلص العمليه دي هديك الباقي. قلت ايه؟ قلت لا يعني لا. ليه بس يا عمر؟ دي فكره كويسه قوي، هتنفذ لنا كل اللي في دماغنا وانت مالكش علاقه بحاجه. ماليش علاقه ازاي؟ وانت بتقولي ان اللودر هيخبط في اساس العماره، يعني ممكن تتهد على دماغهم ونروح كلنا في 60 داهيه. لا، اللودر هيخبط عمود واحد بس، وساعتها نقدر نجيب قرار الازاله بسهوله لان العماره هتبقى معيوبه ونخليها بقى من السكان ونرتاح. لا يا لولو. ليه بس؟ دي هتبقى حادث قضاء وقدر وانت مالكش علاقه خالص باللودر، انا اللي هجيبه وانت هتبقى في السليم. ها ايه رايك؟ لا قلت لا. اوه خلاص يا سيدي، البضاعة اتخزنت. الله ينور يا رجاله، الله ينور. صدق اللي قال، ادي العيش الخباز. على كده احنا ممكن نكرروها وندخله بضاعة يامي. لا يا خفيف، الحيلة اللي بنعملها مرة ما بنكررهاش تاني، ودي تعليمات حسام باشا. ليه؟ ده لزوم التأمين يا دغف. يعني ايه؟ ابو الليف حبيبي مالكش فيه، دخول البضاعة مصر من اختصاص حسام باشا. ليه يعني؟ خلاص خلاص يا وهدان، التدخيل ده شغلة حسام ورجالته وهم اضربيه. طب دياب بيه تأمرنا بحاجة تانية؟ طب حسام بيه كان قال لنا إن احنا ناخد من حضرتك ال الفلوس. الفلوس؟ أيوه. لا فيه يا وهدان. أمرني يا سيد، اتفضل. شكرا. وصلوها لحسام باشا وأنا هكلمه. فينا رجالة ولعله خير إن شاء الله. مبارك أبو الليف. وهدان. أمرني يا سيد. قفل المخزن. يلا رجالي. وهدان. تمام يا سيدي. يلا رجالي. وهدان. مع وش حد تغمض له عين خالص لحد ما يجوا اصحاب البضاعة ويستلموها. فاهم ولا لا؟ فاهم يا سيدي. وهدان. لله لوحدي. لعله خير ان شاء الله. كده الواحد ابتدى يصحصح. الاكسلانس او مون ديو، معقوله تجاره السلاح بتطلع الفلوس دي كلها؟ اما انا كنت اهبل وانا شغال في النصب كل ده. فنان ليه في الفلوس الشمال ولا؟ واضح كده ان انا كنت غلطان يا جنرال، حقك عليا، انا اسف. اسفك مقبول المره دي. الفلوس اللي صوابعك وعماله تعدي فيها دي وبتريلوا عليها ولا حاجه. ال 5000 جنيه كل واحد فيكم لسه ليه في ذمتي 45000 جنيه يا فورا. الله، وحقنا وتعبنا وشقنا دول فين؟ لا انا عايز افهم لها كده. افهمك يا برمجي، ما انا لو اديت كل واحد فيكم 50000 جنيه في ايده هيودونا في داهيه. اللي هيضرب بيهم ولا هيروح يبعترهم على النسوان ولا ينقط بيهم في كباريه ولا يحطهم قدامه ويقلدهم مرتين تلاتة، وساعتها هيبان علينا مظاهر الصراع الفاحش وهنشرف كلنا في نفس العنبر في كلبش واحد. لو النبي الكلبوش تاني. لا والنبي عندك حق يا جمدان، تصدق ان بتوع من اين لك هذا؟ مش سايبين حد في حاله. ما ناوي تعمل بيهم ايه يا جنرال؟ سؤال وجيه. الفلوس دي وهحط عليهم قدهم، هنفتح بيهم شركه. الشركه دي تبقى وطن استخبى جواه ونشتغل من خلاله. يا عيني عليك يا فوكس يا جامد قوي،
وهو كده الفلوس تولد فلوس وتبقى الحياه في البونبون. بس يا عمهم الشركه دي هتشتغل في ايه؟ اسهل حاجه استيراد وتصدير، كلنا شركاء فيها بنفس النسبه. هو عليك ايه يا ولي فوقتني؟ ايه يا اخويا الرومانسيه دي كلها وكمان ماسك لي ورد ايه؟ اصلاني صاحي النهارده مزاجي رايق وزي الفل. طب داني حظي حلو وربنا بيحبني بقى على اساس ان انت مزاجك رايق النهارده وفل. اصل بصراحه كنت عايز اتكلم معاك في موضوع كده يا اخويا. خير يا ولي في ايه؟ اصلاني يعني خدت وديت مع نفسي كده وفكرت في الكلام اللي انت قلت لي عليه، لقيت ان معاك حق، انا لازم ابطل قمار وجري ورا النسوان. طب والله براوة عليك يا واد يا كامل، اول مره في حياتك تقول كلمه حلوه. ففكرت بصراحه ان اتجوز. وماله وماله، الجواز سطره برضك، بس يا ترى مين الضحيه المسكينه اللي هتتجوزك يا منتن؟ عروسه ايه؟ ايمي وسيمي واهلها ناس مقصلين وعارفه الرازي. طب تصدق انني كمان حاطط عيني على عروسه وبنفس المواصفات؟ اهدي، انت هتتجوز على هانم؟ الهي ربنا يسد نفسك يا بعيد. وهي هانم دي جوازه؟ دي جنازه وشبعت فيها لطم كمان. سيبونا عيش بقى حرام عليكم، ولا هي جت علي؟ حقك يا اخويا حقك، ان شاء الله تتجوز اربعه. ولا اربعه ولا خمسه، خلصني. ما قلتليش مين العروسة اللي انت حاطط عينك عليها؟ شاهين دي اخت حسام باشا. يا وجعتك السوده ومخططة باسود كمان. في ايه يا اخوي؟ اللي فيه ايه يا اخوي؟ دي نفس العروسة اللي انا حاطط عيني عليها. وحسك عينك يا دي يا كامل، حسك عينك تفكر في موضوع شاهين دي تاني. وهو مفيش غير شاهين دي اللي انت تحط عينك عليها؟ ما البلد مليانة نسوين. قول لنفسك يا اخوي، قول لنفسك البلد مليانه نسوين، لكن شاهنده لا، شاهنده دي بتاعتي بتاعتي يعني بتاعتي. اتفضلي يا ملوك، كل سنه وانت طيب. ايه ده بليستي؟ شكرا يا انكل حسام. العفو يا عيون انكل حسام. دي غاليه قوي يا انكل حسام. ما تغليش على ملوك، وبعد اذنك لو تقبلي انت كمان يا امام مني الهديه دي. ليه بقى ملك وفهمنا انا ليه؟ انت وملك بالنسبه لي واحد، وبعد اذن حضرتك لو تقبلي مني دي تبقى يعني مش عارف اقول لك. ميرسي ميرسي، تعبت نفسك والله، كلفت نفسك يا حسام. ولا تعب ولا تكلفه ولا اي حاجه، والله انتوا بالنسبه لي ربنا يعلم، بقيتوا عيلتي وانا وسطكم بحس اني مش بطولي، وده اقل تعبير عن تقديري واحترامي ليكم. مش عارفه اقول لك ايه يا حسام. ما تقوليش حاجه، تديني حته من التورته وانت ساكته يا مان. الله. ايه ده؟ هو انت جايب لي بلاي ستيشن عشان العب لوحدي؟ لا طبعا هلعب معاكي. يلا بينا. يلا يلا بينا، ونوصلها بقى وناخد التوصيلات والحاجه. تعالي. ابن ناس قوي تصدق. ايه ايمان، شكلي ان انا ظلمته. والله شكلهم هم الطيبين اللي بيتظلموا في البلد دي. بس كل جرايه يا ابني انت خيلتني. اصلاني يعني حسام، يعني حسام بيه، يعني كنت عايز اتكلم معاك في موضوع كده. خير ان شاء الله. طبعا انت عارف دلوقتي يا حسام بيه، يعني ان اني دلوقتي وضعي بقى مختلف، يعني اني دلوقتي ربنا كرمني ومعايا فلوس كتير. ربنا يزيدك. اختصر في ايه؟ اني شايف ان احنا يعني لازما نقرب من بعضينا. جراية طاهر في ايه؟ لا انت بتخرف ولا ايه؟ لا يا حسام، لا انت فهمتني غلط. اني قصدي يعني خلاص شكلك، يعني شكلك مشغول كده. هو من ناحية مشغول فمشغول. بمناسبة مشغول دي بقى، عندي ليك خبر معرفش احتمال يزعلك شوية ولو اني اشك. خير؟ من اول الشهر الجاي هفتح شركة صغيرة كده على قدي. ليه؟ ده أني لا لا، ده أني ممكن أعمل لك أي حاجة. طاهر أنت تكرهني الخير؟ لا. طيب كل ما في الأمر إن أنا أفتح شركة صغيرة كده مع نفسي وربنا يكرمني زي ما كرم. طيب
لا هكره لك الخير ازاي يعني؟ لا طبعا. ربنا يوفقك، ربنا يوفقك يا حسام، ربنا يوفقك يا حسام. ما احنا يعني هتفتح شركه وهتنافسني ويعني خلاص بقى نشيل التكليف يعني عادي. طاهر، من هنا لغايه ما اموت التكليف ما يتشالش، وزي ما قلت لك انا مشغول. سيبها على الله. يا ايه يا حسام بيه؟ شفت يا ماما؟ شفت الاستاذ ساهر اللي عايزانا نصالح معاه عمل فيا ايه؟ ايه ايه تاني جاي مزعبك ليه؟ حصل ايه تاني؟ الجبان راح عمل لي محضر في القسم، بيتهمني فيه بضياع الولد وبيحملني المسؤوليه. ما هو طبعا العندي ولد الكفر زنقك في خانه لك عشان انت حاضنه للولد. يا عيني عليا، الاسم عندي اخوات رجاله ومش عارفين يجيبوا ابني من اللي خطفوا. اللي خطفوا ده يا حبيبه قلبي ده يبقى ابوه، يعني مهما حصل هيبقى حنين عليه. وبعدين انت فاهمه اخواتك ايه؟ بلطجيه هيروحوا يعملوا ايه يعني؟ يعملوا اي حاجه يا ماما، المهم يحسسوني ان هم في ظهري، مش كل واحد منهم مشغول بحياته وانا مش فارقه معاهم. حسام قال انه عاوز يتفاهم معاه بالذوق، وانا شايفه ان الكلام ده مظبوط عشانك وعشان الطفل. ذوق ايه يا ماما؟ بقول لك عمل محضر عشان يرفع عليا قضيه. ايوه ما هو بيتمادى في العند عشان انت اللي بدات العند يا شهنده. الله جرى ايه يا ماما؟ انت معايا ولا معاه؟ انا مع الحق، هو بيتمادى في العند عشان انت اللي بدات العند. ما كانش صح ابدا تخبي عليه انك حامل. ايه هنكسر شرع ربنا وتغلطينا كلنا يا شهنده؟ انا مش عارفه انتوا حصل لكم ايه كلكم. انا قرفت، ده انا اللي زهقت من حياتي كلها. ميل وسجيني يا واد عمي، ميل وسجيني، انا مش عشطانه يا واد عمي، حبك يرويني. ابن النهارده دياب البطاش بيجي ملك السوق ومحدش هيقدر عليه ووصل. كان شغلك مع ود الهلالي جننك. الحكومة شهر واحد خمس شحنات والحكومة نايمة على ودانها. هتقتلوا ميت مش دلوق، أصل في عز شغلي ومحتاج له قوي اليومين دول. واه نسيت دمك عشان المصلحة؟ بعت طار أبوك وأخوك عشان الفلوس؟ أبوي وأخوي ما قدرش يعملوا ربع اللي عملته في الوقت القليل ده، ولا نسيت المصايب اللي كانت فوق دماغي ساعة ما ماتوا؟ الله يرحم، أنا بس بفكر. ما عاوزش حد يفكرني بطار أبوي وأخوي، ولما يجي الوقت المناسب أنا باخد بطارهم، فاهمة ولا لا؟ يا خوفي عليك من نفسك يا دياب. ايه الكلام ده؟ لا خوفي عليك من نفسك، انا ونفسي متصالحين قوي قوي يا حكمك، وسمنا على عسل كمان. بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تديني حبة يا عسل. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا تعبانه وعاوز انام. يا خوفي عليك من نفسك، ما يلوزجيني يا واد عمي، ما يلوزجيني، انا مش عشطانة يا واد عمي، يا خوفي عليك من نفسك يا تيوب. ايه ده؟ يا منصور شايف الجزازه دي؟ نشن عليها كده كده. خد. مش كده يا سيد، كده يتعور، انا خايف عليها. ما تخافش عليه، انا حملت السلاح وانا اصغر منيه، لازم يطلع رداد. لا يا دياه، وعدان عنده حق، السلاح ممكن ياخده والواد يتعور. السلاح ده صاحبي وعمره ما خلني واصل. صاحبك انت لكن ولدي لا. ايه اطلع جهزي للشنطة، أصلا مسافر بعد ساعتين. على فين؟ عندي سفرية مهمة قوي حيتحدد عليها مستقبلي كله. وهدان سيد
اسمع يا واد يا منصور، اياك تمسك السلاح ده تاني، فاهم ولا لا؟ مستقبله ربنا يهديك يا دياب. تعال يا واد تعال. عفارم عليكم يا رجاله، هو ده الشغل اللي على ميه بيضة بصحيح. يلا اتكلوا انتوا على الله، واني لو احتجت اي حاجة هكلمكم على طول. الف سلامة الف سلامة. ايه يا عسل انت يا عسل انت، ايه ادي الحلاوة والطعامة دي؟ لا ما تخافش مني يا حبيبي، ده انا عمو طاهر المصطهي. يلا هات بوسي. انا عايز ماما. عايز ماما؟ ماما زمانها جاية جاي بعد شويه. ما خلاص يا عم فوزي، انت هتغني له ولا ايه؟ ده انا هغني له والعبه وارقص له باليه كمان لو يحب. ده ابن الغاليه. ايه الحنيه دي؟ امال ايه يا ولي؟ امال ايه؟ ده انا ينبوع حنان بس ما حدش حاسس بيه. انت هتقول لاني بقى تخطف الولي وتعمل كل دي عشان تتجوز امه؟ وكان عندي استعداد اعمل اكتر من كده كمان، المهم انول اللي في بالي واتجوزها. وش معنى شاهين دي بالذات؟ ياد يا غبي افهم افهم، ده جواز مصالح. يعني اني لما اتجوز شاهين ده الاموره دي امتي هتعلى وسط الخلق؟ وبعدين هو انت ناسي هي تبقى بنت مين ولا اخواتها يبقوا مين؟ طب ما انا اخوك ومش متجوز ولا عندي عيال، يعني انا اولى بيه والنسب برضه هيعود عليك، ولا انت مش عايز تفرح بي؟ انا عايز افرح بيك تحت تريلا تكون دايساك رايح جاي. وفكرك يعني شاهين دي هتوافق بيك لما تعرف انك متجوز وعندك عيال؟ ايه؟ وهو مين اللي هيتجرأ ويقول لها انني متجوز؟ انا عارف يا اخويا هم ولاد الحرام كتير. طب خد بالك خد بالك يا ابن الحرام انت، وحسك عينك تطلع منك كلمه كده ولا كده، فاهم ولا لا؟ فاهم فاهم يا اخوي. ده تنانيله في حظنا الهباب. الضايع شاهين ده فين؟ اوعى ايدك. عيب يا ساهر، ابنك عندك من ساعه ما خدته. يا طنط في ناس هجموا علينا في المزرعه وضربونا وخدوا الواد. كذاب انت كذاب. حسام معاك، وتلاقيك انت وامك الحربايه عاملين الفيلم ده عليا عشان تحرموني من ابني طول العمر. ابني فين يا جماعه؟ ابني فين؟ بس بقى عيب يا ابني، عيب، احنا لا يمكن نعمل حاجه زي دي ابدا. يعني ايه يا طنط؟ امال الواد راح فين؟ انتوا السبب في ضياعه، ده لو كان ضاع اصلا، وساعتها بقى مش هسكت وهوديك انت وامك في 60,000 داهيه. انت هتعملي فيها بريئه؟ امال مين اللي مصلحه في خطف الواد؟ معرفش يا ساهر. يعني يا ماما ابني ممكن يكون اتخطف فعلا؟ ايه ابني ضاع ومش هشوفه تاني؟ يا يا ماما لا يا ماما، انا مش مصدقه يا ماما. لا يا ماما ان شاء الله هنلاقيه ان شاء الله. عبد الله على السلامه يا دياب. والله اشتقنا لك كتير، وخصوصي انه عرفنا انك صرت اسد مثل ابوك. لو تشوف قد ايه انبسطنا بهالخبريه. الله يرحم اللي راحوا. خلينا نخش في المفيد. الاتفاقيات القديمة كلها حتتغير. شو يعني تتغير؟ ما هو عادة انتوا بتحددوا الكمية والنوعية وانا اللي بحدد السعر، فشو اللي تغير الكمية ولا النوعية؟ السعر. بس دياب حبيبي انت بتعرف انه كل باكج له سعره. بعرف. للنهاردة انا حاخد البضاعة اللي انا عاوزها بالسعر اللي انا عاوزه، ولو ما عجبكوش شيء حشوف حد تاني. ما تكون مفكر انه السلاح بينباع بالسوبر ماركت وعاملين تنزيلات عشان اخر الموسم. يا حبيبي يا دياب، اللي بتاخده من عند البير لا يمكن تلاقيه عند حدا تاني. ما تخاف شيء حلاقيه، وفي بدل البير 100. دياب حبيبي شو صار لك؟ شو جنيت؟ لا انا اصلا كنت مجنون من زمان، بس دلوقتي عقلت. وما تنسوش اللي عملتوه معاي لما مات الكبير الله يرحمه. عم تعجبني اكثر، لانه اللي بينسى العاطل بينسى المنيح، ومشان هيك انا رح بعطيك خصم 15% على بضاعه جديده. 40. 40 شو؟ 40%. انت واعي للي عم بتقوله يا دياب؟ واعي قوي، بشرب قهوه. خليني انصحك يا دياب، مش كل الناس بيتاكل لحمهم،
وخصوصي اللي لحمه قاسي وعظمه الازرق. يا جماعه خلينا نطول بالنا ونروق، بعدين ما تنسوا في بيناتكم خبز وملح. خلينا هلا بس نتغدى ونروق بالنا شوي ونتفق على كل شيء. اتغدوا براحتكم، انا عامل رجيم وفكر وبكره الرد. سلام. تياب تياب هذا اكيد انجن. اكيد انجن، بس نحن لازم نطول بالنا على المجنون طالما ما عندنا غيره. بس انت معقول توافق على اللي عم بيقوله؟ طبعا لا، بس قبل ما اعطيه جوابي لازم اعرف سر قوته الجديد اللي عم بتخليه يعرف يدخل هالشحنات كلها وبالسرعه اللي بده اياها، وساعتها بحط ايدي على المرض وبعرف كيف اعالجه. اوكي، انا رح شوف من عنا بمصر ورح جيب لك كل هالمعلومات بهالوقت، ولحد ما نعرف كلفي حدا يراقبه. ولا يهمك الموضوع عندي. بجد يا طاهر؟ الا بجد، وجد الجد كمان. أنا وعدتك اني هجيب لك ابنك وزي ما وعدت وفيت. هو فين طيب؟ ابنك في الحفظ والصون، تعالي معاي وانا اوريه لك. طب يلا بسرعه. يا حبيبي يا ابني، حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا ابني يا حبيبي، وانت هتجنن عليك بعد ما اتخطفتي مني. وحشتيني قوي يا ماما. وانت يا حبيبي وحشتيني قوي. عمو طاهر جاب لي لعب حلوه وبيحبني وجاب لي حلويات وجاب لي حاجات حلوه. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي. هو قال لي يا بركه غيرك يا حسام بيه؟ ده أنا نفسي أجيب لك الدنيا بحالها، بس أنت تؤمر يا غالي يا ابن الغالية. والله يا طاهر ما عارفة أقول لك إيه، أنا متشكرة قوي. متشكرة على إيه؟ لا شكر على واجب، أهم حاجة إن أنت تكوني مبسوطة. مبسوطة بس؟ ده أنا طايرة من الفرح، ده جميل عمري ما هعرف أردهولك. جميل؟ طب يعني لو جات لك الفرصة إن أنت تردي الجميل هتتأخري؟ أتأخر إزاي؟ ده أنت رديت لي روحي لما رديت حسام لحضني تاني. طب يعني حس كده، أنا ليه عندك طلب؟ أنت تؤمر مش تطلب بس. أنا كنت عايز ولا بلاش، مش وقته. أنا عايزك تفرحي برجوع حسام، ولازم أن تعرفي إن أنا الوحيد اللي هيقدر يحميكي انت وحسام من ساهر وعيلته، ولو طلبت مني ان امحيهم لك من على وش الارض هعمل كده. واديكي شفتي بنفسك انا عملت ايه عشانك. والله انا ما مصدقه اللي انت عملته علشان يا طاهر. لا صدقي، ده انا ممكن اعمل اكتر من كده، بس كله باوان. ومن دلوقتي حمايتك انت وحسام مسؤوليتي، وهخلي حد من رجالتي يمشي معاكي دلوقتي لحد البيت عشان تبقي مطمنه. طيب ماشي يا طاهر، يلا يا حسين. سلام. سلام سلام يا ست الناس. الحمد لله. احكي لي ازاي ده حصل؟ خارجه من باب المكتب وشايله هم الدنيا كله فوق دماغي، لقيت طاهر في وشي بيقول لي ان هو جاب لي حسام ورجعهولي تاني لحضني. الحمد لله، والله كتر الف خيره الجدع ده. الحمد لله على سلامة حسام الصغير يا شهامة. الله يسلمك يا حسام. بقول لك يا ماما، أنا عايزة كده أعمل عزومة لطاهر عندنا هنا، على الأقل يعني أرد له جزء من جميله، ولا إيه رأيك يا حسام؟ بعدي عن طاهر يا شهامة. خير يا حسام؟ ماله طاهر؟ لا هو من مستوانا ولا زينا. طاهر ده من طينة تانية خالص. بالعكس بقى، أنا شايفة إن هو إنسان أخلاقه عالية جدا، وكفاية إن هو الوحيد اللي واقف جنبي في محنتي ورجع لي ابني. غريبة، اتقلبت عليه كده ليه؟ هو عمل فيك حاجة؟ ما يقدرش يعمل حاجة، أنا اللي قررت أسيب الشغل عنده بمزاجه. ليه بس يا ابني؟ ده احنا ما صدقنا إنك لقيت شغل محترم يليق بيك. ما تقلقيش يا ماما، جالي عرض أشتغل مدير لشركة استيراد وتصدير بمرتب كويس جدا ونسبة كمان من كل عملية. مدير مرة واحدة؟ آه، مدير. صاحب الشركة معرفة قديمة وبيثق فيا ومصر إن أنا اللي أدير له شغل. لا إذا كان كده بقى سيبك من طاهر ولا يهمك. مين صاحبك المعرفة ده؟ اللي هو متقاعد ما تعرفوش. اسمه ايه؟ اسمه ابراهيم خالد. غريبة، ما سمعتش عنه قبل كده. اكيد ما سمعتش عنه، لانه خرج من الخدمة وطلع معاش قبل ما انت تتخرج. عموما ربنا يوفقك يا ابني. طب يا شاهين، الحمد لله على سلامة حسام. انا قايم، مش عايزة حاجة؟ رايح فين؟ عندي مأمورية، ادعي لي بقى لحسن، بقى لي فترة بطلع مأموريات في شنك وفي سلاح كتير قوي داخل البلد. ربنا يوفقك يا محمد وتقبضوا عليهم كلهم. ان شاء الله هقبض عليهم، طالما حطيتهم في دماغي يبقى هقبض عليهم. ان شاء الله. Thank you.
مالك يا اخوي مسحهم كده ليه؟ كويس ان انت جيت يا دي كامل. انا عايزك في موضوع مهم. موضوع مهم؟ خير يا اخوي؟ انا نويت ارشح نفسي في انتخابات مجلس الشعب عن الدايرة بتاعتنا في البلد، وعندي استعداد ادفع اي مبلغ عشان انجح في الانتخابات دي، وانت لازم أن تساعدني. وايه اللي جاب فكرة الانتخابات دي في دماغك يا اخوي؟ يا دي عبيط انت، اني لما يبقى معايا فلوس وسلطه هبقى واحد تاني، محدش هيعرف يقف قصادي، وساعتها هبقى كبير في عيون شاهنده وعيون الناس كلها. طب لما انت تبقى نايم اني هعمل ايه؟ اني هبقى نايم، انت هتبقى اخو النايم، يعني اني لما هكبر انت هتكبر معايا يا حمار، والشركه دي هتكبر معاني. والله دي فكره حلوه قوي، يعني اخوي هيبقى عضو في مجلس الشعب. يا حلاوه يا اولاد. يلا بجي ورينا همتك معايا. حط في بطنك بطيخه صيفي، اني من بكره هنزل كفر الور وافضل اور كده اور كده عليهم واحد واحد، وهخليهم كلهم ينتخبوك يا اخوي. طب بص بجي، اني عايزك تملالي الكفر كله يفط، كل ما تمشي في حته تلاقي يافطه الطاهر المصطهي، وعايزك كمان تشتري لي كام فدان في الزراعيه. طب يفط دي وفهمناه، انما الفدادين دي لازمتها ايه؟ يعني انت يا كامل عايزني ابقى نايب في البرلمان عن الفلاحين وما عنديش جراط واحد؟ انت عايز الفلاحين ياكلوا وشي؟ يستجرى حد يفتح بوجه؟ ده انا كنت اقطع له لسان. هو انت في منك اتنين انت يا اخويا يا حلو؟ انت ايدك بقى على المصاريف بتاعت الحوار ده كله. اخصى عليك يا كامل، عيب عيب عليك، ده احنا اخوات، ادفع من معاك وانا حابب اديلك. ما انت عارف يا اخوي اللي جاي على قد اللي رايح. خلاص تكنينا عليك انت واللي جاي واللي رايح، عدي عليا بكره وانا حابب اديهم لك. عليك وهتدي وليا وهاخد. ده انت فعلا ولي. الله، انت ليه غيرت الشعار يا دياكام؟ ما احنا اتغيرني، بقينا نسلف بدل ما كنا بنستلف يا سياده النايب. يا سلام. صدق لايق عليا جو حكايه سياده النايب دي. سياده النايب طاهر المصطهي. شاف بطاقتك وانت طالع يا ابو. بصوا بقى يا رجاله، الشركه دي مش شركتي لوحدي، شركتكم زي ما هي شركتي، ولازم نتعاهد نبقى ايد واحده عشان ما حدش يغلبنا. نبر يا فوكس، معاش ولا كان اللي يغلبنا. صبرت وقلت يا باشا هو ده مهامك. ركزوا معايا يا شباب، من وجهه نظر الناس كلها الشركه دي بتشتغل في الاستيراد والتصدير، ومحدش غيرنا بس يعرف انها ما بتشتغلش في الاستيراد والتصدير، يا اما هنروح في داهيه. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه يا جماعه الخير، قول حامد الظبط وحشني، محتاج له عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه سهل شغلنا زي ما كان بيعمل مع البطاطشه، ودي مهمتك يا عريان انك تصطاده. والحاجه الثانيه انه وحشني قوي قوي، وقت الاوان ناخد حقنا. اطمن يا فوكس، بخصوص حامد ده تحديدا انا عامل له خطه بحث ما تخرش الميه، والمسيح الحي اللي اجيبه لك هنا راكع بيتمنى انك تسامحه. وحياتك عندي يا حسام باشا، اجيبه لك متكتف تحت رجلك. ربنا ما يحرمنيش منك يا رجاله. طب ايه؟
هنفضل مقضينا كده سلامات وندعي لبعض وننتقم لبعض والجو ده كله على مكتبه. يلا يلا تشاو كوكسي تشاو بيلا ربنا يحفظك يا منصور يا ولدي. انت زعلان عشان ابوك سافر؟ معلش هو ما بقاش شايف الا نفسه ومش شايف نواصل، بس ما تزعلش، يمكن تكون فتره وهتعدي ويرجع لعقله تاني. اعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ اصبر يا حكمت اصبر. اسمع اللي بقولك عليها دياب، ميعاد استلام الشحنه الجايه يتلغي، يعني يتلغي. في قلق يا بني ادم. يتلغي كيف؟ والناس اللي اتفقت مع ما تسليم البضاعه اقول لهم ايه عاد؟ انا مالي، ما تقول لهم اللي تقوله لهم. الله، دور على حاجه تقولها لهم، انا مش عايز رغي كتير يا ابني. حسام قول لي ايه اللي حصل. الدنيا مش مظبوطه اليومين دول، واصحابنا اياهم ما بيناموش، عينيهم مفتحه وفي قلق علينا. افهمك ازاي يا بني ادم في التليفون؟ ما تصحش تقول كده ايه يا حسام، جو قلبك عاد، احنا قدها وجدود وان شاء الله ما هتحصلش اي حاجه. بقول لك ايه، احنا اتفقنا على ايه؟ فاكر؟ فاكر ولا فكرك؟ انت اضرب حتتك وانا اضرب حتتي، اللي اقوله اتنفذ يا دياب، مش عايز رغي كتير. ماشي يا حسام بيه. تيجي بالسلام. الغباوة دي. منيرة، انت بتمتحنيني ولا بتهزري؟ والله يا بنتي ابدا. معتز اخويا الله يرحمه، وانتي عارفة معزتك عندي، زي اختي واكتر، وطالما ملك ارتاحت لحسام يبقى خلاص فتحي في الموضوع. اه لا ده انت اتجننتي، انت كمان عايزاني افتحه في الموضوع ده؟ هو ده عين العقل. وبعدين ايمان انت لسه صغيره، يعني لازم تعيشي حياتك، وانا شايفه ان حسام مناسب ليكي قوي. وبعدين مش يمكن ربنا كده بعتكم لبعض عشان يعوض صبركم خير؟ منيرة اقفلي الموضوع ده، ما تفتحيهوش تاني لحسن، والله العظيم هقطعك. لو على ايه، انا هسكت خالص ومش هكلمك تاني، هروح اشوف هعمل ايه. يا بابي بقى عشان خاطري ما تزعلش نفسك. خلاص بقى يا حبيبي ما تزعلش. يوهو خلاص بقى، مش عايز اسمع ولا كلمه تاني. عن اذنك يا محمد. بابي خليكي انت يا حبيبتي مع محمد، انا هشوف بابا. حبيبي يا بابي، انا مش عارف انتوا عاملين مناحه ليه، لا هو اول ولا اخر واحد يطلع المعاش. عارف يا محمد، انا اللي مزعلني ان احنا ما لحقناش نفرح بترقيتك. اليوم اللي ترقيت فيه هو طلع المعاش. يا حبيبتي ما تقلقيش، كلها يومين ويبقى زي الفل. ما تقومي تعملي لنا حاجه ناكلها تليق بمنصب نائب مدير اداره العمليات. حاضر يا نائب مدير اداره العمليات. صح كده، يلا. كنت عارفه اني رح لاقيك هون. وانا كنت عارفه انك هتيجي. اقعد. بعتك ليها البير؟ ما حدا بعتني، أنا جيت لوحدي. جاي تسأل عليا دلوقت؟ أنت ليه مغير معي؟ سامحيني، حقك علي. هلا بدك تضيع وقتك ووقتي ولا بدك تعرف ليش جيت أنا؟ لا، حاب أعرف ليه جيت أنا. من الآخر. إذا جبت لك السعر اللي بدك إياه من ألبير، بدي نسبة بالمية. نسبة؟ هو ده الكلام؟ ده أنا كنت بديكي حقك من زمان، ولا نسيت الهبابة اللي كنت بتحبيه؟ الهبابة حبيبي هيدي عنا نحن من قلة إكرامية، أنا بدي نسبة محددة بالمية. برافو برافو. 5%؟ 10 بالسعر اللي بدك إياه. اتفقنا. هتديني حبة؟ هذا كان من زمان، هلا بزنس از بزنس.
شفتي؟ لا وشاطر وقاشش، ده ما بيهزرش. ده ما طلعش ظابط في الداخليه وبس. امال ايه؟ ما طلع ظابط نفسه في كل حته. شفت الفلوس مليانه في الشنطه قد ايه؟ هيكلفنا كتير، ده سعره غالي. مش مشكله، كله بس عشان الفوكس. اهم حاجه ان احنا لقينا له سكه. قوم صور صور. واضح ان مستني حد. اوبا ايه في ايه؟ قلقتني. في حته نص دخلت هناك. ايه نص دي يا عم؟ دي مراته. مالها يا عم؟ قلت لك ما تشربش في الشغل يا جدع. مش احنا شفنا مراته واولاده قبل كده؟ اه صح كده. بقى ليه سكتين، فلوس وحريم. دي حريم دي شكلها لسه قايمه من على طاسه الغسيل. يا رب هتفرق كتير. قوم صور، خلي الزبطة تبقى زبطتين يلا، والعشة تبقى بومبوم. ريهام يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ انت خارجة ولا ايه؟ اه بتبقى محمد بيتعشى بره النهاردة. طب يا حبيبتي. الو. اه يا حبيبي يا جعفر. ايه؟ يعني ايه مشغول؟ وانا فين بقى من شغلك ده؟ خلاص خلاص سلام. حاجة تقرف. اهدي بس، مالك في ايه؟ مش فاضي وعندي شغل. من يوم اتجوزنا هو على الاسطوانة دي، والناس اننا عرسان جداد وان ليه حق عليه. معلش يا حبيبتي، انت عارفة ان محمد وقته مش ملكه، وبعدين ده بيبني مستقبله. وانا ايه يعني مش مستقبله؟ ولا رجلك انا بتجوزني عشان خاطر يسيبني قاعدة في البيت؟ عيب يا ريهام، اوعي تقولي الكلام ده. امال عايزاني اقول ايه يعني يا مامي؟ يا حبيبتي انا عايزاكي تقفي جنب جوزك زي ما انا كمان وقفت جنب باباكي في اول حياته. ايه بقى يا مامي؟ انا الكلام ده سمعته كتير. وعلى فكرة بقى، انتوا زمانكم غير زماننا خالص. بعد اذنك. ربنا يهديك يا ريان. ما انا مش هاكل لوحدي يعني. ايه مالك؟ معقولة؟ كل السرحان ده ومعرفش؟ مش عارفة. زهقانة. يمكن خايفة. يمكن مخنوقة. زهقانة، خايفة، مخنوقة. زهقانة من الوحدة، عايشة أنا وبنتي لوحدنا. خايفة من بكرة، محدش عارف بكرة فيه. مخنوقة من نظرات الناس ليا، بيبصولي وأنا واحدة ست لوحدي عايشة معايا بنتي الصغيرة، وعينيهم هتاكلني وهما بيبصولي. صح؟ وانت عرفت ده كله منين؟ يمكن عشان اعرفك كويس، او يمكن عشان حاسس بيكي كويس يعني. بعدين شعرك شويه، الشوكه شويه، اهو شفتي؟ شفتي؟ يعني كل لغه الجسد بتاعتك بتقول كده. صوت نفسك حتى وصلني، نفسك خايف وانت بتتنفسي. انا كنت فاكره اني اشطر من كده، ان انا خبي. بص يا مان، انا لا عايزك لا تخافي ولا تتخنقي ولا تزهقي ولا تهلاقي. انا جنبك، واقسم بالله لو طول اديك عينيا انت وملك حديها لك. تحمليش هم اي حاجه. تتجوزني؟ انا كنت فاكرة اني اشطر من كده، ان انا خبي. بص يا مان، انا لا عايزك لا تخافي ولا تتخنقي ولا تزهقي ولا تهلاقي. انا جنبك، واقسم بالله لو طول اديك عينيا انت وملك حديها لك. تحمليش هم اي حاجه. تتجوزني؟
آسفة، أنا آسفة جداً جداً جداً، أنا آسفة. يا ترى يا محمد بتحبني أكتر ما بحبك ولا أنا اللي بحبك أكتر؟ وكلامك ليا قبل الجواز كان كلام بجد ولا مجرد كلام وخلاص؟ هو أنت مشغول عني بجد يا محمد ولا بتتحجج بالشغل؟ في حاجة تانية هي اللي شغلاك؟ نفسي أدخل جواك وأعرف بتفكر إزاي. وبعدين يا كرامي، معقول ننسى حاجة زي كده؟ أنا بصراحة نسيت موضوع المخزن دي. معقول البضاعة تجي الصبح وما عندناش مخزن ليها؟ يا جدع اشرب اشرب بقى، خليك تنسي. اشرب ايه بس؟ انا لو شربت عسكر ومش عارف افكر. فكر ليه؟ ما تشرب وقدام باشا، اشرب. اشرب ايه بس يا منير بيه؟ اسكت، ده احنا مورطين ورطه سودة. مورطين ايه يا راجل خير؟ مورطين ليه في ايه؟ اصل بصراحه كده جايلنا بضاعه مش لاقيين لها مخزن. يا راجل تاهت ولقيناه. المخزن عندي تحت، حطوا فيه اللي انتوا عاوزينه وادفعوا الرئيس. ايه ده؟ انت عندك مخزن؟ امال ايه؟ امال البضاعه دي كلها بعينها فين؟ خمره ومزه وبضار وكل حاجه. ايوه بس يعني البضاعه اللي جايه دي بضاعه مشمومه. يعني ايه مشمومه؟ ماشي عليها بورص لا مؤاخذه ولا ايه؟ يا عم اي حاجه، لبن اطفال منتهي الصلاحيه، لحمه فزدانه، خضار بايظ، اي حاجه شايل. لا 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 ده ولا ده. لا يبقى الحكايه بقى متبطنه بحاجه تانية خالص. يا متبطنه سلاح. سلاح يا ولادي اللذينة، ده انتوا طلعتوا جزء الغام. ماشي انا متفق معاكم، راكب الحكايه دي. وبمناسبه السلاح بقى، فرق علينا زاد شمبانيا. ضابط مطرود من الداخليه كان يشتغل بمكافحة التهريب، وهو بيساعد دياب على كل العمليات بمصر وبهرب له سلاح. ضابط مطرود من الداخلية وبيشتغل مع دياب. والله وطلع منه قليل دياب، هيدا طلع ابن. ايه وحقه يشوف حاله علينا. بيشوف حاله على كل الناس الا علي انا. على كل لاقي طريقة انك تتصلي بهذا الضابط، ما زلت تعرفي اسمه، ورتبي لي مقابلة معه لخليه يشتغل معنا نحن. وافترض انه رفض يخونه؟ طالما من الضباط اللي بيركضوا ورا مصالحهم، فلما بعرض عليه انه يتشارك هو دياب بدون شك رح يبيعه ويشترينا. طمع فضيلي ولا بتنسيتي يا ديدي؟ ما بنسى ابدا كل شيء بتعلمه منك. وحشت الجو يا حاج. وانا كمان يا دياب. مبسوط. ازيك يا واد؟ مالك يا حاج؟ مش مبسوط اني رجعت ولا ايه؟ بالعكس، ده انا ما كنتش مبسوطه في بعدك عني وحاسه بالملل وحاسه كده ان همومي تبقى على نفسي. امال في ايه؟ حصلت حاجه؟ لا كل خير، بس شكلك ده مش واخده على عيشه في مصر. وبصراحة بصراحة جلجانة على أمي. اطمني، أنا كلمت وهدان وقلت له جيب أمك تقعد معك يومين، أخواتي كمان أصلي توحشتهم. صح يا دياب؟ أيوه صح. ربنا يخليك لي. ويخليك أنت. جابر أخبار وين؟ بخير الحمد لله. أمال فين؟ ما تستعجلش قريبان. تعال يا تعال يا أخي. دين حب يا واد. دين حب. أنت أبوك حب يا واد. بصراحة يا طاهر مش عارفة أقول لك إيه. يا ستي أنتِ تقولي اللي أنتِ عايزاه. ده أنتِ تأمري وأني أنفذ.
ما هو انا ما اقدرش انكر رجولتك وجدعنتك معايا، ده انت الوحيد اللي وقفت جنبي في محنتي ورجعتلي، بس ده يعني ما يخليني بس ايه يا ست شاهندي؟ بس ده مش سبب كافي ان احنا نتجوز. ليه بتقولي كده؟ ده انا مستعد اعمل اي حاجه عشان ترضي بي. انا عن نفسي مقتنعه بيك، بس اهلي اني الحمد لله ربنا كرمني وبقيت راجل اعمل قد الدنيا وخلاص، اني قدمت ورقي وناوي ادخل انتخابات مجلس الشعب. ايه ده يا طاهر، انت بتتكلم جد؟ جد الجد يا ست الكل، امال ايه؟ الله، مش لازم ابقى لايق عليكي. بصراحه يا طاهر انت كل يوم بتفاجئني من ساعه ما عرفتك. المهم تكون مفاجاتي حلوه. لا هي حلوه، ويعني بصراحه انا شايفه ان انت انسان طموح وعايز تثبت نفسك، وبتقنعني بيك اكتر كل يوم. ايوه كده، سلام باللي ريقي بقى بكلمتين حلوين، ولا يعني هي جت عليا؟ طاهر هو ايه موضوع جت عليا اللي كل شويه بتقولها دي؟ مش حلوه يعني، بلدي قوي. هعمل ايه بقى يا ست شاهندي؟ معلش القافيه تحكم، بس اوعدك اني هحاول ما اقولهاش تاني بعد كده، بس انت كمان لازم توعديني انك تفكري في موضوع جوازنا. مساء الخير، ازيك يا امان؟ خير يا حسام، عايز ايه؟ كان في موضوع كنا اتكلمنا. انسى خالص الموضوع اللي احنا اتكلمنا فيه، انا اسفه لو تعديت حدودي. اسفك مقبول، بس انا ما خلصتش كلامي. خير، عايز ايه؟ تتجوزيني؟ تتجوزيني جواز؟ بكرهك. أنا دلوقتي بس عرفت ليه الرجالة هما اللي بيتقدموا للستات. البضاعة اهي قدامكم زي الفل. جماعة الصينيين جافوها لغاية هنا، وأنا شلتها في الحفظ والصين في الصون. لا ما احنا إن شاء الله ناويين يعني نجيب لك بضاعة تانية. لا، البضاعة التانية بقى لازم تيجي متسرسبة، متكبرة، أنا معايا شريك وما يعرفش مولدك خالص. لا اطمن، من ناحية السرسبة هنسرسبها زي ما أنت عاوز. روح يا شيخي لا سرسبة عليك. إيديكوا بقى المعلوم. معلوم إيه؟ الله، التكمير والتخزين، أنتوا نسيتوا ولا إيه؟ يا سيدي يا مساعد، حلال عليك. كام دول بقى؟ 10,000 جنيه. قشطة يا باشا، ربنا يكرمكم. وليك زيهم كل أول شهر. ماشي، وإحنا خدامين الأساتذة. بالإذن يا حبيبي. اتفضل يا شريك. يا سلام. أهو الواحد بقى كده يشفط بطنه ويعد. بابا. إيه؟ أنا جعان. ما طبختش النهاردة. طب ما أنا عايز آكل. خلاص روح على المطبخ افتح التلاجة طلع اي حاجه كلها، يلا روح. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حلوه، شرفت بيتك يا اختي، اهلا وسهلا. جرى ايه يا شلبي؟ مالك مالي؟ وجرى ايه؟ جرى انا خلاص اتخنقت من شغل البيت، طول النهار اطبخ واغسل وراعي لك في العيال. بذمتك انت مش مكسوف من نفسك وانا بدي لك 1000 جنيه في الشهر عشان تقعد تربي عيالك بدل ما انت قاعد لي كده في البيت؟ وفريهم يا اختي، هاتلي بيهم شغاله، انا خلاص اتخنقت من شغل البيت وقعدت البيت، انا راجل يا جدعان مش ست. هو حد قال لك يا اخويا اقعد اتنيل في البيت؟ مش انت اللي رفدت نفسك وقعدت زي القرمه في البيت لا شغل ولا مشغله؟ خلاص من النهارده هشتغل. اهلا حبيبي. ازيك يا احمد؟ ازيك يا ماما، وحشاني. الحمد لله يا حبيبي، وانت كمان وحشني، كويس انك جيت عشان تتغدى معانا. بقول لك ايه؟ بارك لاخوك. بارك له على ايه؟ هيتجوز ايمان خلاص، يلا هبارك له. مش هنتغدى يا ماما ولا ايه؟ هاي يا حبيبي حالا اهو. الكلام اللي امك قالته لي ده اللي هو ايه؟ انت هتتجوز ايمان يا حسام؟ فيها ايه؟ فيها ايه؟ انت هتستعبط؟ ما انت فاهم وانا فاهم فيها ايه؟ ولا عايزني اتكلم واقول فيها ايه؟ انت تقصد يعني علشان اللي حصل؟ ايوه، عشان قتلت جوزها، ده انت اللي حرمها منه. قتلته من غير قصد، وانت عارف كده كويس يا محمد. اتجوز اي واحدة، اي واحدة تانية، ما حبكتش ايمان، انت ايه يا اخي ما عندكش قلب؟ انا عشان عندي قلب هتجوزها،
لان دي الطريقه الوحيده اللي اقدر اكفر بيها عن ذنبي، وتحت عيني اخد بالي منهم وراعيهم. انت هتستعبط يا حسام، ما انت ممكن تراعيهم من غير ما تتجوزها، ما عبكتش تتجوزها. ما ينفعش، احنا في مجتمع شرقي يا محمد، ودخولي وخروجي من غير جواز هيبقى شكله بايخ، ده غير بقى الشرشره وكلام الناس. انت عايز تقنعني انك هتتجوز عشان كلام الناس؟ والله دي الحقيقه ودي نيتي. انا كل يوم بكتشف فيك حاجه جديده ما كنتش اتصورها. إذا كان أنا نفسي كل يوم بكتشف فيا حاجات غريبة ما كنتش أتصورها يا محمد بيه. ماما مش هنتغدى ولا إيه؟ بقول إيه يا حكمت؟ خير يا أبو منصور؟ قوم البسي، خلينا نطلع ونسهروا شوية. نطلع ونروحوا فين بس ونسيب منصور صغير نايم؟ هو مش نايم. ايوه بس افرض صحي لازم يلاقيني جاره. تعرف ايه؟ انا مش عارفة اتلم عليكي خالص اليومين دول. ليه؟ وانا مشغول عنك بمين؟ مش بولدك؟ لو عايز تسهر خلينا نقعد ونسهر هنا او ناخده بحس بعضينا. لا 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 انا صدري طابق وعاوز اشم شوية هوا. يلا سلام. يعني كده خلاص الفوكس داخل القفص والامبيانس هيبقى زغاريط على الاخر. شكلها كده يا ريان. استاذ حسام. او مون ديو. ما بلاش القفص يا فوكس. اسمع العربية. افندم. في احكي معك موضوع كتير مهم. في احكي معك. طبعا فيكي تحكي معي بس اتشرف بحضرتك. بس نقعد مع بعض ونحكي رح تعرف مين انا. سوري ما بحبش المفاجآت وعندي شغل ومش عايزة أتأخر على مواعيدي. بس مش أهم من شغلك مع دياب مش هيك؟ يا هلا يا هلا. حلو أوي، اتفرجوا على أحلى رقاصة. سلام.